طب فرد الإمام، ماذا تقول للسيدة أو للفتاة التي كانت ترتدي الحجاب وخلعت الحجاب وتقول بأني لم أكن مقتنعة، أو ارتديت الحجاب في سن صغيرة، أو كنت أقلد مثلا زميلات أو فتيات، أو بقلد أختي أو أمي، لكن قررت بعد فترة أن أنا أقلع الحجاب لحد ما أقتنع عشان ألبسه وأنا حباه، وبعدين أنا آسف تقول لي إيه؟ وأنت مالك يا أخي؟ حرية شخصية. أما من ناحية حرية شخصية باعتبار افعل ولا تفعل وهي تريد ألا تفعل هذا، فهذا صحيح. أما باعتبار أن ما تفعله بعد اختيارها أنه حرام، فهذا صحيح. فهي خيرت بين الحلال والحرام فاختارت الحرام، وليس هناك من يقهرها على فعل الحلال، لأنها ستحاسب عليه في الدنيا وفي الآخرة. فالست دي قلعت ليه؟ ده اختيارها. اللي عملته ده صح؟ لا مش صح، ده خطأ. حرام؟ أيوة حرام. موقفي إيه بقى منها؟ وهي في النهاية كبنت من بناتي أدعو لها، إذا أرادت أن أنا أزيل أي شبهة أو أبين أي بيان أو أنقل لها أي حكم عن إله. طب هي بتقول يا مولانا أنا مش مقتنعة. هي حر، أنت هو لازم الاقتناع. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما أنا هقول لها أنه مش لازم الاقتناع، لكن قالت لي مش قادر، أنا عايز أبقى أنا إلى آخر هذه الدعاوي. هقول لها ربنا يهديك، مش هقول لها روحي توكلي على الله وافعلي فلا حرج عليك. تمام. لا تمام. هقول لها الذي تفعلينه معصية ستؤاخذين عليها، اللهم اهدها اللهم اهدها الله. أمال ربنا عمل الدعاء ليه؟ ما علشان ندعي للعاصي أن يرده ردا جميلا، وبندعي لها في الخطب اللهم رد العاصي إليك ردا جميلا، كده ندعو لها. لا رحنا أتناها ولا ضربناها ولا قهرناها ولا اغتلناها ولا فجرناها ولا عملناها، كله ده شغل إبليس. الشغل الصحيح ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه الشغل الصحيح كده. صحيح. ها؟ بلغوا عني ولو آية، ما على الرسول إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وانتهى الأمر. ودخل جعفر الصادق إلى بلاد ما وراء النهر فوجد النساء فاتشات مش محجبات، فقالوا طب وبعدين فين غض البصر بقى يا مولانا، هنعمل ايه؟ قال أسقطنا حرمة النظر إليهن.